السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أجي تعرف. المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صفعة قوية للنظام الجزائري مساء يومي الخميس في أول خروج رسمي له للكشف عن التوجه الجديد للسياسة الخارجية لواشنطن، وتجاهل بايدن بشكل واضح مناورة الجزائر ليكرس بشكل رسمي سياسة المغرب على صحرائه بإعلانه السابق دعمه للاتفاقية الثلاثية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب وعدد من الدول العربية. ورسم بايدن بشكل واضح سياسته الخارجية بتجاهل جار السوء الشرقي، محافظا بذلك بشكل مباشر على قرار ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. ويرى متتبعون أن بايدن حسم في أمر الاعتراف بسيادة المغرب بحكم المصالح الكبرى التي تجمع واشنطن بإسرائيل والعمل على توطيد العلاقات مع المغرب الحليف القوي والموثوق بالمنطقة ككل. واعتبر سمير بن نيس الخبير في السياسة الخارجية المغربية والشؤون الأمم المتحدة أنه لو كانت للرئيس بايدن النية في تغيير السياسة الأمريكية تجاه المغرب بخصوص الصحراء لقام بذلك اليوم. ألا يقوم بذلك اليوم فذلك يعني أن هذا الملف لا يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لواشنطن، وأنها لا تفكر في إعادة النظر في اعترافها بمغربية الصحراء. وأضاف بن نيس في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك بأن البيان الذي أدلى به الرئيس بايدن ظهر اليوم من مقر وزارة الخارجية الأمريكية لم يتضمن أي إشارة إلى نية في إعادة النظر في قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بالاعتراف بمغربية الصحراء. شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.